وينضم إلينا إذن للمتابعة من بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل والمعروفة بالخط الأزرق تشهد توترات بين الحين والآخر، لكن الرواية الإسرائيلية أن ما حدث هو انفجار للغم أرضي ربما يكون لغم قديم، والرواية اللبنانية تقول إن هذه القرية قصفت 15 قذيفة. هل هذا التفسير الإسرائيلي ربما عودة بخطوة إلى الوراء أم ما هو الواقع الآن؟ في الحقيقة عشنا في الساعات الأولى للحادث في تضارب معلومات ما بين الجهات الإسرائيلية والشهود العيان وأيضا الأمر الواقع. كان في البداية ما تم سماعه هو صوت قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية وهبطت في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فبادر الجيش الإسرائيلي للحديث عن انفجار لغم أرضي وليس قذيفة أو صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية، ودعم هذه الرواية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي أكدت أنها سمعت دوي انفجار ربما لا يكون صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية، وأيد ذلك أيضا أن الجيش اللبناني لم يرصد أي إطلاق أو أي عملية إطلاق للصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. ولكن مع مرور الوقت ثبت بالفعل أن هناك صاروخ قد تم إطلاقه من جانب الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والأراضي التي يسيطر عليها الجيش اللبناني، وهبطت بالفعل قرب هذه الحدود، خرجت من الأراضي اللبنانية وهبطت في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فكان ردا عنيفا من القوات الإسرائيلية بإطلاق 15 قذيفة مدفعية دفعة واحدة ربما أكثر من ذلك أيضا، وسقطت في مناطق مفتوحة في محيط المنطقة التي يشتبه أن خرج منها الصاروخ الذي تم إطلاقه في قرابة 8 صباح اليوم وفقا للرواية الرسمية التي وثقتها قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في بيان رسمي، وأكدت أنها جنودها تفقدوا موقع الحادث وثبت بالفعل إطلاق صاروخ في اتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. طب أحمد، الآن هناك هدوء في منطقة كفر شوبة كما تقول المشاهد الواردة من هناك، لكن قوات اليونيفيل إلى أي مدى بعد اتصال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بهم، يعني إلى أي مدى يضمنون ألا تتكرر مثل هذه الحوادث؟ في الحقيقة اليونيفيل لا تستطيع تقديم أي ضمانة للجانب اللبناني بوقف مثل هذه الاعتداءات، وخصوصا أن ما تم إطلاقه من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي اليوم هو تطور في التوتر القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مدار الأسابيع الماضية. هناك تحركات كبيرة للجيش الإسرائيلي على هذه الحدود بشكل يمثل استفزازا للجانب اللبناني، وتحدث الجانب اللبناني عن هذه الاستفزازات مرارا مع اليونيفيل، كما تحدث أيضا عن الانتهاكات سواء للأجواء اللبنانية أو للمياه الإقليمية اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية، والتي تكثفت بشكل ملحوظ على مدار الأيام القليلة الماضية. ولكن هناك اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة الأممية الخاصة بلبنان، بالإضافة إلى قوة اليونيفيل أو وفد من قوة اليونيفيل على رأسه قائد اليونيفيل في لبنان اللوردو لازارو. فهذا الاجتماع حضره أيضا وزير الخارجية وتناول بشكل مكثف سيناريوهات تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الأمر. وبالتزامن مع هذا الاجتماع أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أدانت فيه ما حدث ولوحت فيه ولأول مرة أن هذا الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يتزامن مع طلب تنتوي الحكومة اللبنانية التقدم به لمجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة اليونيفيل في لبنان. الخارجية اللبنانية تحدثت بشكل صريح ولأول مرة أن ربما هذه الاعتداءات الإسرائيلية تؤثر على قرار الدولة اللبنانية في طلب التجديد لليونيفيل، وهذه القوات المتواجدة على الأراضي اللبنانية منذ عام 1978 تقريبا وتوسعت مهامها في عام 2006، فباتت اليوم ورقة تتحدث عنها الحكومة اللبنانية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المتكررة والانتهاكات المتكررة أيضا للسيادة اللبنانية. من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية الزميل أحمد سنجاب، أشكرك جزيل الشكر.